السؤال الأخير الأخ يسأل هل يجوز التعويض؟ فأنا ما فهمت التعويض هل هذا اسمه التمائم أم لا، لكن سأل الأخ عن التعويض يعني من إيه؟ يعني يضع تميمة على نفسه؟ أنا أعتقد هذا، يعني هو ما كان يأتي باستفسار لكن هو سألني عن هذا، سألني عن التعويض، هل التعويض وقال بعد السلف كان يعني عندهم تعويض ومثل هذا وكان في هذا المسألة. وشوف التعليق التمائم هذا ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم والسوى لا شرك. فما يجوز هذا، ولكن اختلفوا في إذا وضع شيئا فيه كالقرآن يعني وضع مثلا ورقة مكتوب فيها آية الكرسي أو نحو ذلك، هذا اللي اختلف فيه السلف. ومع ذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة كراهية هذا الأمر، حتى ما يكون وسيلة إلى اتخاذها يعني لأشياء أخرى يعني. فالأفضل تركها. جزاك الله خير. وأيضا هذا الرقية يعني الرقية جاهزة، الرقية جاهزة، الرقية إذا كان واحد مريض وتطبع عليه جاهز. ولكن الممنوع هو أن تعلق شيء يعني زي التلسان أو قلادة تضعها على مطر. نعم. جزاك الله خير يا شيخنا. آمين وإياك. الله يوفق له وإياك، حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.